مرحبا بكم معنا اليوم من المرسي مولاي عبد الله امغار اليوم 9 ديال غشت بدايه يوزو معنا الرقم يوزو معنا فترات زوجية صديق الصحافة للإشارة وموسم مولاي عبد الله ما يناهز 4000 حصان اللي كاينه كتشارك فيها هذه السنة ما يناهز 4000 حصان حسب تصريح ديال مولاي الفاطمي حسب الاحصائيات الاولى ما يناهز 4000 كاين جوج المحارك هذا المحرك كاين المحرك الثاني كنعتذر للمشاهدين على هذا الانقطاع ديال الصبيب ديال الانترنت اللي هو عليه ضغط كبير هنا مولاي عبد الله هذا الموسم هذا من اكبر المواسم في المغرب اكبر جميع انحاء المملكه كيجيو ليه الناس وهذه غير البدايه اليوم غدا ان شاء الله غتبدا غدا ان شاء الله هذو الاقصائيات وغنقلوا لكم مباشر بعد مباشري من المحرك الاول ان شاء الله غدا ان شاء الله نقول لكم بعد لحظات وبعد اقصائيات من هذا المحرك هذا بحضور اللجنه الاقليميه الناس الساهرين على هذا الموسم هذا هذه غير مثابة تعريف اليوم دابا الصرا 28 تفضل 28 طرف حتى الطرف العالمي اذا 29 سي محمد القاضي سي محمد بن قاري رقم 29 سي محمد بن قاري رقم 30 مقدم مشعيب مصدى سي مشعيب مصدى دخل خليفة هذا مشارك من بين أصغر المشاركين كي اتت هذا الفضاء هذا ونعتذروا اذا ما كانش اذا 30 شعيب مسردة ربما غنكتفي بهذا العدد غنكتفي بهذا العدد وغدا ان شاء الله مرحبا بكم معنا متابعينا الكرام سمحوا لنا على هذه الانقطاعات هذه وسمحوا لنا هذه الثروه ديال سيدي عابد ديال البردان ثروه سيدي عابد ديال البردان